يبقى تاني هنراجع تاني الحديثين اللي احنا خدناهم النهارده. هنقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دول اداب الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الحديث التاني اللي احنا خدناه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.